السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه story.com بيقول لك ان كل شخص عنده قصة، فايه هي القصة بتاعتك؟ انت مجرد بس تكتب كلمتين تلاتة، اقول له مثلا قصة كان في مرة غزال عايز قصة السلحفاة والقرد، وهو يبدأ يألف لك قصة. والجميل ان هو بيدعم اللغة العربية، مجرد بس تقول له هو هيسخن ويبدأ يكتب لك القصة اللي انت عايزها بشكل جميل. وطبعا باستخدام الذكاء الصناعي ممكن نبدأ نكون صور واو والحاجات دي كلها. الجميل ان القصة دي ممكن تبيعها، وفي قصة وصلت انها يعني افضل الكتب مبيعا على الامازون. خلينا مثلا نقول له، هو بيقول لك انت عايز بقى قصة، عايز تريند ستوري بوك، عايز فيديو، تقدر تعمل كل الحاجات ديت. واللغة اللي انت عايزها بيدعم اللغة العربية، غزال في شوارع في المدينة، ونقول له جنريت. بيقول لي يدخل بالحساب بتاعك، بيوريك ان في قصص كتيرة اتعملت بالشكل دوت، مجرد ان حد اداهم الخطوط العريضة للقصة. اهو بيقول لي عايز عربي ولا انجليزي، انا عايزها عربي، عايزها فيديو ولا ترندس ولا ستوري بوك. هنقول له جنريت. طبعا كل ما تدي له احداث، ممكن تقول له غزال في المدينة يقابل شرطة مرور ويقابل جوحة، ويبدأ هو يعمل لك القصة كلها. اهو حتى كتب لي حول العودة الى البرية، هنشوف القصة هيعملها ازاي. اهو بدأ يقول لك فجأة وجد الغزال نفسه في وسط المدينة الصاخبة، كانت تضاول الحركة شيئا غريبا عليه. ممكن تكون انت عايز تحكي للاولاد قصة، فبدأ يعملها لك، بدأ يحط لك بعض الصور. طبعا ممكن يكون في بعض الحاجات عايز تعديل، تبدأ انت بقى تعدل. وده هو دي صورة أحمد اللي لقى الغزال. سليم هو، معرفش بقى خد ناس اسم عمر سليم ولا ايه. لو قصة عجبتك تقدر تعمل لها داونلود للبي دي اف، لو ما عجبتكش ممكن تعدل الكلام الأساسي اللي انت اديتهوله وكون من خلاله القصة. ممكن تقول له كريت نيو. لو جيت في الصفحة هنا في الفيد هتلاقي ناس كتيرة كتبت قصص، تمام، حتى القصة بتاعتنا نزلت لأن الحساب بتاعنا مجاني فهو بيبقى بابليك. طيب ممكن مثلا نختار قصة مثلا زي كده. ممكن تقول له أنا عايز قصة مغامرة، أنا عايز قصة بتدور في العصور المصرية القديمة، تقدر تختار زي ما أنت عايز. هياخد بقى الكلام ويبدأ إن هو يعدل فيها بحيث يبقى مناسب لينا. طيب أنا قلت له اعمل لي قصة خاصة بيا اسمها رحلة إلى الأهرامات عبر الزمن. بص، هو الحساب المجاني بيديني إن أنا أعمل 4 فيديوهات و14 ستوري بوك، ومعاك 200 كريدت. لما بيخلصوا تقدر إن أنت تعمل تاني، تمام. هو بدأ بقى يكون لنا رحلة الزمن إلى الأهرامات، الشخصية الرئيسية اللي هي ديت. الجميل إن نفس الصورة هتتكرر بعد كده. هنا لو طلع من هنا فيديو، فبدأ يعمل لي فيديو بالشكل دوت، فيديو انتقالي، تمام. طيب لو احنا عايزينها قصة ممكن نختار اختيار القصص برضو. فبيقول لي في خالد عايش حياة هادئة. لو مش عاجبك اسم خالد وعايز تسمي اسم أسامة أو أي اسم تاني، تقدر تكتب تاني تقول له كرييت نيو وتغير، ياخد البطل أسامة أو أحمد أو خالد زي الاسم اللي أنت عايزه. طبعا في صور كتيرة محتاجة ان انت تعمل لها ابدال، يعني ممكن تروح لموقع ليوناردو وتديله التكست وتبدأ تاخد منه صورة وتعمل لها ريبليس عشان تطلع معاك قصة جميلة تنفع انها تتباع، تمام. ممكن تقول له ميك ستوري لايك ذيس، اعمل لك دوبليكيت، يعني هتبدأ قصة تانية
بس بالنت عملت عدلت، وكون انت شفت حد عامل قصة حلوة فتقول له ايه انسخيلي عندي بحس يبقى عندي منها كوبي، وده الفيديو شغال. فتقدر تعمل فيديوهات وتقدر تعمل قصص جميلة جدا من خلال الموقع الجميل دوت.